السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير وسرور متابعينا غالي. عندنا اليوم لكسس جي اس 2018 بريمي طبعا خليجي، ما في تغير أبد يذكر، 2017 نفس 2018 ما تغير شيء. طبعا هذه فئة اللي هو السي سي، وهذا المفتاح ما فيها تشغيل عن بعد، بستعرضها لكم. الانوار زنن وفيها لد نهاري، راح اوريكم الحين شغل لكم النور، وفيها حساسات اماميه، والجنط مقاسه 18 نفس الجنط ما تغير، مقابض الابواب نفس لون السياره، وفيه زيك جانبي اللي تحت هذا نيكل، والمرايه فيها خط النيكل مع الاشاره مع تكحيله باللون الاسود من تحت من هنا. كلكم عارفين ماكينتها اللي هي 6 سلندر 311 حصان، حجم الماكينة 3.5، مخرجين شكمان واربع حساسات ورا، اسطبات فيها خطوط الاي دي، بشغل لكم اسطبات النور. هذه صرفية الوقود، ماكينة 3.5 والبنزين 95 يمشيك 12 كيلو لتر. دخول ذكي اكيد، اللون الاسود وفيه تخطيط بلون فاتح، وعندك تطريز هنا لتحت، هذاك التخزين مراتب، ازرار التحكم بالنوافذ، الكرسي كهرب، عندك يا طول العمر زر فاصل مانع ازلاق وزر تحكم بالشاشة. خلنا نركب احسن، نقول بسم الله. هذه الداخلية، هنا زر فاصل مانع ازلاق، وعندك فيه بعد تحط طويل العمر اللي هو تتحكم بالاضاءة والدركسون، واللي صفر العداد ودركسون كهرب. شغل لكم السيارة، نقول بسم الله. الشاشة حجمها 8 إنش، في شاشة تيجي أكبر الفول كامل اللي حجمها 12 إنش، طبعا هذه بحكم أنها أقل فئة تعتبر، بدون رادار، بدون قطع عمية، بدون تبي خروج المسار، بس فيها مثبت سرعة، وفيها كاميرا خلفية بعد. أوريكم الكاميرا، وساعة لكسس عارفينها، وعندك يا طول العمر والسلامة التحكم اللي هو بالشاشة والمكيف، ومستقل المكيف للسواق والراكب، وعندك الجلنط كهرب، وعندك تبريد المراتب، هذا تخشيب جاي مخطط، وعندك الجير توبترونيك، وهذا التحكم بالماوس، التحكم بالشاشة فيها جي بي اس طبعا، وهذا وضعية القيادة، النورمر والايكو وسبورت، وعندك هنا يا طول العمر الدرج، خليكم على جنب احسن. تقدر طبعا تسحبه كذا عشان تحط المقاس اللي انت تبيه بالضبط. هنا حلو، في مخرج يو اس بي، في مخرج يو اس بي 2 و 12 فولت، وهذا الزر يسكر الحساسات، وعندك يا طويل العمر والسلامة تخشيب هنا كامل جاي الجوانب، وهذا الدرج، ورباقات أمامية وجانبية، وعندنا هنا إضاءة السقف لونها بالأبيض، وهذه بيت النظارة،
ما فيها بيت نظارة. طيب ولع لكم النور. فيه تحكم، فيها مخرجين مكيف ومخرج 12 فولت، وعندك هنا تكاية بالنص. عندك بعد تحت برجينة، وهذا حق الكواب. وهنا بعد تقدر تشوف اللي بالشنطة. سقف بيج، اسطبات فيها خطوط LED، هذه الشنطة، أغراض السيارة، دعاسة، طفاية، وهذا سبير 18. الشنطة طبعا يدوي مو كهرباء. قفل مركزي للراكب وكرسي كهرباء للراكب. وهذا النور زنون، كشفت الضباب باللون الأبيض. هذا فلشر، نشارب مراية، سمعكم صوت البوري. وهذه الإشارة، معليش، أوريكم الماكينة. هذه الماكينة 6 سلندر، حجمه 3.5، القوة 311 حصان. وسلامتكم يا الغالين، ارقام وحساباتهم كلها تحت بالوصف. ثمان الله وبحفظه الكريم.